السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتني جدا من اخر فيديو قدمناه مع بعض على قناه ساره بيوتي. انا ساره، ودي قناه ساره بيوتي. احب طبعا اشوفكم في القناه دايما، واحب طبعا تدوسوا على زر الاشتراك وتعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، وتشاركوا كل اصحابكم، عشان ده فيديو مهم جدا ليه علاقه بسلسله حب الشباب او العنايه بالبشره الدهنيه. انا كنت بقولكم في الفيديو اللي فات ان انا جايبه المحلول دوت، اوكي، وكنت جايبه له طبعا انا مش هستخدمه زي ما هو، انا قلت كده في الفيديو، وكنت جايبه له كيس قطن خاص، وقلت لكم ان انا هعمله كور. فانا عايزه اعرفكم الطريقه على السريع قوي ومش هطول عليكم. اولا ده برطمان انا بحط فيه القطن بتاعي بتاع ازاله الميك اب والحاجات دي كلها. فانا هفتح كده كيس القطن، طبعا مش هفتحه، يعني انا عايزه افتحه قدامكم ده. اوكي، مش عايزه افتح كيس القطن كله، يعني او افتحه فتحه كبيره، تكفيني فتحة صغيرة علشان اقدر احافظ على كمية القطن الباقية. فانا القطن هيطلع عندي بالشكل ده، تمام. انا المفروض ان انا هقطعه كده وهفضل اكوره كده. انا عايزة بس اوريكم، انا عايزة اصغرها كده، بفضل اعمله كده هو بالشكل ده لحد ما يطلع عندي بطريقة سهلة جدا، يعني يطلع عندي بالشكل دوت. هفتح طبعا البرطمان وابدأ ان انا احط فيه القطن بتاعي. هعمل بقى ايه على قد ما اقدر علشان يكون موجود معايا، هو بشكل خفيف قوي، انتوا عارفين القطن، بس يعني هو انت ممكن تقطعي حته وخلاص، لكن انا مش عاوزاه كده. انا عايزاه يكون مش مشرشر بالطريقه دي. انا عايزه اكوره واخليه متكور كده. طبعا لازم تكون ايديك نظيفه، طبعا طبعا طبعا، عشان الناس اللي تقول لي طب ما انت كده لوثتي. لا انا لوثت عشان ايدي نظيفه ومعقماها بالكحول، وما تقلقوش يعني الدنيا تمام. فهو بالشكل دوت، تمام. هو بيعمل فوليوم حلو، بس انا حابه كده علشان زي ما قلت لكم مش عاوزاه يبقى ليه شراشيب كده او يبقى ليه حروف، عشان دي كلها بتمسك في البشره، وانا كده كده عايزه الدنيا اللي عندي تبقى متظبطه الفتره الجايه في بشرتي. فهقسم القطمه كده، كل ما تكون صغيره تروحي مدوراها كده وعمليها. انا وريتكم الطريقه اهو، يعني هي ما تتكورش بسرعه. فاللي هيقول لي مثلا على طريقه خليها تكبر بسرعه يبقى شكرا جدا. يعني انا كده عملت كميه برضو كويسه مش وحشه. هكمل على كده الكميه اللي انا عاوزاها، وهبدا ان انا افتح الجزء دوت. انا قلت لكم ان هشيل الجزء ده، بس مش عارفه اشيله ازاي لسه. بس الجزء ده كده انا هشيله، وهبدا ان انا اخد من المحلول بالقطنه واحط على الحبايه بتاعتي، وهرمي القطنه بعد كده. وممكن حل تاني تستخدميه، هوريكم دلوقتي، اللي هي الودانات ديت، اللي هي الودانات دي برضو انت ممكن تستخدميها، ان انت تروحي عامله محلول وعامله على المكان بتاع الحبايه دي. برضو فكره رائعه جدا. يا رب كل الفيديو عجبكم ويكون خفيف عليكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وتشاروا الفيديو لكل اصحابكم. ولو انتوا عاوزين اي حاجه تكتبوا تحت في الكومنتس. باي باي.